شو يا ريس؟ كيفك عالساعات؟ ان شاء الله منيح. وين بدي يكون منيح بقطار؟ بس اللي وين بدي يكون منيح؟ بس عاطل يا زلمة. شو بك؟ صار معك شي ليلة راس السنة؟ حدا من عيلتك بو شي؟ اخي ما تهول، لا ما حدا صار له شي. بس كيف بدي اقول لك اياها؟ مفوز مفوز مفوز، صدقنا مفوز كثير كمان. لك ما تبلش السنة هيك، ما حلو الواحد يكون مفوز على السنة الجديدة. شو بإيدك يا خيي؟ ما عم تنجبر تنفس، شو الظروف فيي بتجبرك؟ شو بإيدك القصة؟ الظروف؟ شو الظروف؟ ظروف مادية يعني مصاري ما مصاري؟ شو ما عم بيقبضوك بالجديد؟ خي ما كل الناس هيك، أنا ماني قابض من جديد صار لنا 5 أشهر يا خيي. آه يا خيي، مين جاب سيرة مصاري؟ أصلاً لشو المصاري؟ لشو نقبض؟ مش ضروري، ضروري نقبض مش لا. ضروري. اشتغل ببلاش. إيه. لكن شو بك؟ شو مشكلتك؟ خيي قد ما حظي رح تطلع، قمت قربت بهالعاصفة، اضطريت ابقى بالتخت، ما طلعت لبرا وما تصورت والتلجيت وراي ونزلهم على الفيسبوك. ولي مصيبتك مصيبة. شفت بقى مصيبة؟ الله يصبرك. أنا ما بنع على الفاضي، ما قلت لك بفوز يا زلمة. ما تصورت على التنش. لا ما تصورت، ما بكره.